يقولون في بعضهم يقول لك انا في مرحله بس الحين خلينا يعني هو يريد ان يجرد، يعني هو يريد ان يخرج من هذه. يعني خليني اسالك بطريقه مختلفه، هل فعلا وجود الالحاد بين كتاب ومثقفين سعوديين محسوبين على الليبراليه هل هو ظاهره ولا غير ظاهره؟ سؤال صعب. احنا في ليله رمضان، اولا يجب ان تعرف انه انا واحد من اقل الكتاب، ربما بحكم سكني في مدينه زي ابها، مدينه محافظه جدا، قد يكون فيها علي وبس مثلا اللي اشتهر بانه في هالتيار. اجتماعاتي معهم قليله جدا جدا، حضوري معهم الى صوالينهم نادر جدا جدا. ظاهره الالحاد في المملكه العربيه السعوديه ترى ما اللي كتب عنها، ترى هم الصحويين او الليبراليين. انا اللي لما أقرأ بعض التقارير حولها أكون مصدوم جدا جدا. لكن تسألني السؤال هل يوجد بين الليبراليين اللي يعرفهم علي الموسى شخص ملحد؟ بتصدقني في رمضان ويجب أن يكون صادق مع قواعد؟ أنا أصدق في رمضان غير رمضان. والله لا أعرف أحد، والله لا أعرف أحد، بما فيهم حتى أبو نضال صالح المنصور الشيوعي الكبير، الشيوعي الأخير، وواحد من أجمل الأفئدة والأرواح التي عاشت على ضفاف هذه المدينة. أذكره مرة من المرات أخذني إلى حي في الرياض ما أعرف اسمه العمل، وفي فقراء في جنوب الرياض، وكان متفق مع مجموعة مطاعم أنه يأخذ أكله آخر الليل ويوزع على الفقراء. فكان يقول لهم وهو يعطيهم هذه وجبتكم من الله، ويتذكرها صالح المنصور. برغم أنه يا صالح المنصور من وجهة نظري هو مات الله يرحمه، رحمة الله، يجب أن ندعو له بالرحمة، الله يرحمه. يعني على الأقل كان رجل عظيم في 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 إيمانه بهالمبدأ. لكن تسألني، أنا لا أستطيع أن أنفي أنه ما يوجد إلحاد بين الليبرالية، وعلى فكرة الفوارق بين الليبرالية الفجة وبين كراهية الدين، ما أقول الكفر بالدين، ترى خيط متماهي. لكن زي ما قلت لك أنا، ما في في السعودية الليبرالية فجة، ما في في السعودية الليبرالية تستطيع أن تقول إنه هذه الليبرالية وفق البايبل، وفق الأسس والمعايير والكتالوج اللي مبني عليه الليبرالية.